بداية كان بغي نشكر جريدة أصوات على التغطية ديالها لهذا العرض اللي كان حول المرتدات النسائية من النسق الشعبي نحو البناء العيطي. فالحمد لله يعني كان حضور يعني من طرف مجموعة من الباحثين، مجموعة من المحبين والعشاق ديال التراث الشعبي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القوة ديال التراث الشعبي والحضور ديالو بقوة في النفوس ديال المغاربة. فكنتمناو يعني أنها تكون بداية للأبحاث اللي يجيو من بعد من باحثين وحدة آخرين اللي يعطيونا تهما الكلمة ديالهم في هذا المجال. ودائما كيبقى الباب مفتوح يعني في النقاشات ويعني في الأعمال الفنية. وشكرا لكم على التغطية ديال هذا العرض، ونتمنى وإن شاء الله نشوفكم في مرة قادمة. مرحبا بكم مع الألبوم الجديد اللي غادي يكون حول المرتدات النسائية والغناء الشعبي، الاسم ديالو رباعية الغناء الشعبي، يوم الجمعة 15 فبراير في دار الفنون بمدينة الرباط. مرحبا بالجميع، نتمنوا أن الألبوم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.